بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أحييكم أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في شوطنا الرئيسي الأول الخاص بفئة المفاريد، حيث نذكر بأن المسافة هي 1500 متر. لنبدأ ونسير بكم مع مقدمة الشوط، مع الشوط الرئيسي أول الأشواط. نذكر بأن الجائزة هنالك قد وضعت بندقية لصاحب المركز الأول بالإضافة إلى الرموز حتى المركز الخامس. نبدأ بحضراتكم مع أول المنطلقين، هنالك مجد يوسف بن حمود الزمهري من يقدم لنا مجد على أول الأسماء، بينما ثاني المتقدمين، ثاني الحاضرين في هذه اللحظات مزعل عبد الله بن حسين العمراني من يقدم لنا مزعل على ثاني الأسماء، وثالثا هنالك أصالة شمس القادمة شمس عبد الرحمن بن علي العمراني. ولكن نعود مع أول الأسماء، عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى مجد وإلى الزمهري، بينما الحاضر في هذه اللحظات القادم في هذه اللحظات أصالة جبارة خالد بن أحمد الهلول العطوي. يا متابعين ويا مشاهدين، قد تقترب الأمتار شيئا فشيئا، وقد يقترب الرمز، ولكن من هو سعيد الحظ معنا في هذا الصباح؟ مجد يوسف بن حمود الزمهري مع مقدمة الشوط، مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار الحاسمة. روح يا راعي مجد، روح روح يا راعي مجد. وصلت الأسماء، وصل مزعل عبد الله بن حسين العمراني، وثالثا وصلت جبارة خالد بن أحمد الهلول العطوي. ولكن مجد، مجد يا مجد يا مجد، أبناء الميدان يطالبونك يا راعي مجد بالناموس، إذا تهانينا والناموس لمالك مجد يوسف بن حمود العمراني. بينما ثاني الأسماء وصل مزعل عبد الله بن حسين العمراني، وثالثا وصلت جبارة خالد بن أحمد الهلولي، ورابعا وصلت شمس عبد الرحمن بن علي العمراني، وخامسا وصلت شوق مشاري بن خضر العمراني.